بسم الله الرحمن الرحيم. مما سيسطر في كتابي وهو كتاب ست شامية، يحتوي على 28 كتاب، وهذا العدد من آيات سورة الفاتحة مجموع وسورة الكافرون وسورة الصمد والمعوذتين، مجموع الآيات طبعا. اسميته كتاب ست شامية لارتباط المعلومات منذ أن نشأت وعرفت ست شامية حتى ماتت الله يرحمها، وأمي كذلك الله يرحمها، وأبي الله يعطي الصحة والعافية. فمما سنذكره في الكتاب، طبعا الكتاب باللغة الإنجليزية، احتمال نكتب اللغة العربية يعني زي هذه النصوص نكتبها بالإنجليزي الحروف الإنجليزية، ولكن من اليمين لليسار. في بعض الحروف مثل الحاء ممكن نبدله بحرف من الحروف زي البي، وبعدين نذكر أن البي هو الحاء، والعين والعين مثلا اليو، ونذكر أن العين هي اليو، حاجات زي كده بسيطة كم حرف. طبعا الحروف اللي هي بالإنجليزي مثلا شاء موجودة سي اتش، هي الحاء والعين. الضاد والدال، الضاد والضاء زي الدال يعني نفس ال، طبعا ممكن يضاف إليها حرف، طبعا يحط تحتها خط يعني. الحروف اللي هي في العربي ما هي موجودة في الإنجليزي، مع أنه الدال مع الاتش يعني الاتش يخدم يعني. المهم طبعا نتكلم عن هذا الموضوع اللي هو كلمة مرة ذكرت هنا، نقصد في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. طبعا هنا الكتابة بالطريقة دي عشان لما تكتب بالإنجليزي ننتبه للياء ولا. طبعا هل ممكن انها تصير كتابة بالعربي؟ انا ما اعتقد انه في مشكلة يعني. طبعا الكتابة ما لها علاقة باللغة، هي لها علاقة بالنطق يعني، اللغة الحروف حقتها هي رسم، فهنا استغنينا عن رسم الفتحة والتنوين وكذا وكذا. أبقينا النقاط التنقيط يعني، تنقيط يعني كأنه كتابة بالعربي تنقيط بدون فتحة وضمة وكسرة، واستبدلنا عن الفتحة بالمدة ألف ممدودة بدون همزة، وعن الكسرة بالياء، ممكن الياء المقصورة يعني. أعتقد في اللغة العربية في مثلا في ياء وفي ياء مقصورة، وفي ألف مقصورة كمان يعني، ممكن نستخدم الألف المقصورة هي الفتحة على أساس أنه عندنا التنقيط، شيء حلو. فهنا في كلمات مهمة جدا يعني، هذه حنحطها بحث، ذكرت مرة في القرآن
طبعا برضو في كلمة دلوك أنا ما حطيتها، لدلوك الشمس، لا علاقة بالفجر. فهنا حطيت بس 3 كلمات وهي تكررت في صورتين. في صورة يعني، هل يا ترى الكلمات اللي هي ما تكررت في صورة تشمل مثلا أكثر من كلمة؟ صورة العنكبوت الآن تشمل كلمتين. فالبحث مبدئي يبدأ بالقرآن اللي في الكمبيوتر، تقول الكلمة بكذا. يعني مثلا دلوك أنا كتبتها طلع لي في 3 مرات بس كلها ما هي دلوك، يعني كلمة الداء والليم والواو مثلا طلعها شيء قبلها شيء بعدها معاني ثانية، طلع على العموم 3 4، فأنت تشوفها كلها. فما كان أخذ وقت يعني، ما أخذ دقيقتين يعني. فهنا طبعا يعني انتم كلكم تقروا الكلام في القرآن الكريم، العنكبوت، العنكبوت اللي هي الكلمة المكتوبة ما نغير فيها، له بيت وهن، وهن في سورة العنكبوت، يعني كلمة سورة وهذا ما نغيرها لأنها مشهورة، الكلمة المشهورة ما نغيرها، خاصة اللي بالتال مربوطة مثلا فاطمة، مثلا أي شيء بالتال مربوطة ما يتغير يعني. لكن هنا وهن استنتاج، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. صبغة، صبغة هذه كلمة تانية، ومن أحسن من الله صبغة، ما وجدت إلا في سورة البقرة. حتى التكرار حقها من أول، لكن هي صبغة، صبغة الله ما هي من أول. فالكلمة لما تجي مثلا بالذات في آية واحدة منونة ومي منونة، معناته نفس الكلمة كل مرة واحدة، لأنه هذه صفة من الله صبغة. في آخر الآية عابدون، يعني ذكرت بس تقريبا الآية، ارجع للألواح في سورة البقرة. الحيوان، وهذه كلمة حقيقة يعني عجيبة، يعني نحن فاهمين إنه الحيوان هو الحيوان، لكن في اللغة العربية يعني ما كتاب الحيوان للجاحد ما يقصد الحيوان، أكيد عند العرب الحيوان مو هو هذا الحيوان، هذا بهيمة. فقلنا الحيوان كلمة كمان، هو الحيوان ليست البهيمة، لأن ذكرت في القرآن الحيوان، حيوان اللي هي في سورة العنكبوت قصدي. طبعا ترجعوا لها، ما احتاج اقول الآية كاملة. فالحيوان اللي هي حياة في الآخر يعني ما فيها كسل، ما فيها موت، ما فيها تعب، لأنه هنا حيوان عكس ميتان أو تعبان، يعني مشتقاتها اللي هي حيوان يعني فيه حيوية. فلما الواحد يقول للتاني حيوان يعني كويس، لأنه ما هي الحياة البهيم، لكن السب البهيم، بس حيوان ما هي سب، على اعتبار أني أنا فاهم أنه الحيوان هي مفعم بالحياة، يعني يا حيوان يا نشيط مفعم بالحياة. طبعا صرنا نتحسس، وهذه دائما تستخدم في السب، ففرصة انك انت اذا فهمتها ما تأثر عليك.